كمان عندنا مصر بتنظم بطولة العالم لسيدات الاسكواش اكتوبر القادم تحت سفح الاهرامات. اعلن الاتحاد الدولي للاسكواش تنظيم بطولة العالم للسيدات المقرر لها شهر اكتوبر القادم بالقاهرة، على ان تقام المباريات في ملعب زجاجي على سفح الاهرامات. ومن المقرر ان يعلن مسؤول الاتحاد خلال الايام القادمة عن تشكيل لجان البطولة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وتمتلك مصر رصيدا كبيرا من البطولات العالمية للإسكواش، ويحتل صدارة تصنيف السيدات حاليا رنيم الويلي لاعبة المنتخب الوطني، فيما توجت مؤخرا نور الشربيني بلقب بطولة العالم التي أقيمت في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. احنا معنا مداخلة على خبر الإسكواش ده. طيب، ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للاسكواش. استاذ عاصم تحياتي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مساء الخير. اولا بنهنيكوا على تنظيم بطوله العالم او بطوله العالم لسيدات الاسكواش تحديدا في اكتوبر القادم. انا عايز اتكلم مع حضرتك حول اهميه هذا الحدث، اهميه تنظيم مصر لهذه البطوله. طبعا يعني بما له من يعني تفوق للسكواش المصري الان عالميا، فطبعا بيتم اسناد بطولات ذات يعني مستوى فني عالي الى جمهوريه مصر العربيه، ده من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه برضو تدعيما للسياحه الرياضيه، هم الناس كانوا عندنا في جمعيه عموميه من شهرين في مصر، فطبعا الهرم بالنسبه لهم حاجه قيمة جدا. وبعدين طبعا ما ننساش كان في بطولة الأهرامات، يعني ده كتير كانت بتتعمل هناك، فهم دايما بيحبوا يعني دي صورة بتتصدر الميديا عندهم في أي وقت يتم فيه بطولة في مصر يعني. فده تدعيم للسياحة الرياضية ومع رياضة السكواش اللي انت الحمد لله يعني. هو الحقيقة أنا عايز أسأل حضرتك، اختيار المكان نفسه هل اختيار الاتحاد المصري ولا انتوا يعني تعاونتوا وكان في شورى بينكم وبين الدول؟ لا، هو في مكان. انت بتتكلم على مكان الهرم ولا مكان؟ انا بتكلم على تنظيم البطولة تحت سفح الاهرامات تحديدا. لا، هم بيحبوا يعني عارف، مثلا البطولة المرة اللي فاتت كانت جوه في مول مثلا، في مكان طبيعي عادي جدا، فبرضه بيحبوا هم من آن لآخر انه يبقى في قيمه للسكواش، فيبقى البطوله بتقام في مكان يعني من عجائب الدنيا يعني. فدي حاجة يعني احنا اللي قررنا ده يا فندم ولا هم اختاروا المكان؟ لا يا فندم، هم قرروا. طيب، يعني مهم جدا، اولا مهم جدا ان احنا نستغل هذا الحدث. اولا اختيار مصر لتنظيم البطوله شيء ايجابي، كمان اختيار المكان احنا المفروض نشتغل عليه كويس جدا مع كل الضيوف المشاركه في هذه البطوله. انا بشكر حضرتك جدا الاستاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للسكواش، شكرا جزيلا.